رحت اسمع لي رحت للا بس انت شبح على وضعك، عرفت بقى توصل بسهولة؟ ده انا طلع عيني عبال ما اوصل، واخر ما زهقت بقى سألت فين المعلم بنجاري بتاع الحشيش، لقيت ولاد الحلال رايحين يشتروا منه خدوني معاهم. لا وانت ابن حلال على وضعك، يلا خد اشحن. لا انا ماليش في الحاجات دي خالص. ايه؟ طب والله العظيم ما انا مصور حاجة غير لما تشرب معايا، مش ممكن تكون حاطط لي فيها حاجة وحشة كده ولا كده؟ ما هو كله قرف قرف، يعني هيكون اوحش من كده ايه؟ هموت واعمل بيبي، اتصرف لي بطريقة اقلع بيها البنطلون والراجل ده مش هنكل في ايدك. خلاصي خالص، والله اطلقك فيها يا انجي. بقى كده يا علي؟ طب اشرب بقى يا علي، اشرب ولا مش خايف على مستقبلي؟ سمورة حبيبي، انت ممكن تشرب مخدرات عشان خاطر مستقبلي؟ انا علشان كنت اشرب بنج واكل حشيش وانصيت القلب قلب. طب بقول لك يا لولو، بص انا هديك باكين كده في الاول كده عشان ايه يعني تبقى معايا على مستوى الدماغ. لا اشرب ايه؟ مستحيل. بقول لك ايه، انت عارف مراتي الثالثه انا قتلتها ليه؟ ليه؟ عشان ما كانتش ترضى تشرب معايا. لا ما دام فيها اكل بقى الكيف يحب المناوله، ناولني واحده عينيا. يا لهوي، بصي اشربي نفسنا هتشقلبي هنا. احب الشقلابه. ده ايه حكايتي يعني القتل بالنسبه لك ده؟ ايه ده؟ كانك طالع رحله. ايه ده؟ ماله؟ القتل بالنسبه لي متعه شخصيه. الله، يا ريت بقى توفر الكلام الجميل ده بقى في البرنامج قدام الكاميرا. لا ما هو انا مش هقدر اصور. ليه بس؟ ده احنا اتفقنا على كل حاجه. ما هو بص يا مدام انجي، يعني بصراحه كده يعني ما ممكن اكون اقول حكايتي قدام الناس فالناس ما تصدقنيش، لازم يكون في ناس محل ثقه يعني تاكد على كلامي شهود يعني. يعني عايزه نجيب لك مين يعني؟ روكي الكلب بتاعي. الله. الكلب بتاعه. والكلب بتاع الكلب يتكلم ولا ايه؟ يتكلم. اصل حضرتك يعني فايت عليك تفصيلة صغيرة كده ان الكلاب ما بتتكلمش. بجد؟ بجد. يا نهار اسود، بس انا يعني ما بثقش في حد غير الكلب بتاعي يعني. طب خلاص هاتوه، بصوا قعدوه جنبي وانا هقول على كل حاجة. حاضر انت يعني. انت ايه احساسك وانت قاعد في وسط عيله هامله زي دي؟ الصراحه بس انت عارف، انت لو تشرب معانا كلنا هنبقى هبل هنا. الله، القعده حلوه قوي 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 قوي. طب واجيب لك الكلب بتاعك ده ازاي؟ بقول لك ايه، هات تليفوني. انا كان معايا التليفون بس لما مؤاخذه راح مشوار وجه. دي وصلت.